في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصلت وزارة الداخلية توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمرضى بالمستشفيات ودور رعاية الأيتام، وذلك في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، يتواصل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية الذي تحرص من خلاله على تخفيف الأعباء عن المجتمع ومساندة ودعم كافة الفئات. من هذا المنطلق تستكمل الوزارة توجيه قوافل المساعدات العينية والإنسانية. هذه المرة استهدفت المساعدات المرضى بعدد من المستشفيات، تم توزيع هدايا عينية عليهم مع التأكيد على دعمهم ومساندتهم، وهو ما ساهم في رفع روحهم المعنوية، ما يساعدهم على تحمل آلام المرض. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. انطلقت وزارة الداخلية بقوافلها إلى المناطق الحضرية الجديدة التي أقامتها الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها. تم توزيع أغطية ومساعدات عينية على الأهالي بتلك المناطق، وهي ليست المرة الأولى التي تحرص فيها الوزارة على دعم قاطنيها وتخفيف الأعباء عنهم، بل هي مستمرة في ذلك، حيث تتوجه قوافل المساعدات إليهم بصفة دورية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة حفاظاً على سلامة الجميع. بشكر سيادة الرئيس إن هو فاكر أهالي النهضة وأهالي المحروسة. في الشتاء أو الصيف بيبعت لهم بطاطين كراتين، بصراحة فاكرهم من ساعة ما جم المكان هنا وهو فاكرهم بكل خير. حتى في دخول المدارس برضو ما نسيناش، وجاب لنا شنط مليانة كراريس وكشاكيل وإقلمة، وإحنا بنشكره على مبادرته، بنقول له ألف شكر يا رئيس. جلي باللبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ربنا خلينا السيسي عمل حاجات كتير قوي، وعمل كل حاجة حلوة، كباري وعمل كل حاجة وبطاطين، وربنا خلونا يا رب. أنا بشكرك يا سعادة الرئيس على كل حاجة عملتها في مصر من ساعة ما حضرتك مسكت الرئاسة. شكرا يا رئيس، كتر ألف خيرك على اللي بتعمله معانا، ربنا يسترها معاك يا ابني ويخليك للبلد. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد يمس حبة من ترابك. فئة أخرى استهدفتها وزارة الداخلية بمساعدتها، وهي قاطنو دور رعاية الأيتام، حيث وجهت الوزارة قوافل المساعدات إليهم، وتم توزيع هدايا عينية على قاطني تلك الدور، وهو ما قابلوه بفرحة وترحاب كبير نظرا لاهتمام وزارة الداخلية بهم وتلبية متطلباتهم. النهاردة وزارة الداخلية شرفتنا في الدار داخل الجمعية، وزعت الهدايا على الأولاد، وهي على طول معانا في جميع مناسباتنا ومش بتنسانا في كل المناسبات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.